السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله آخر محاضرة لينا في الـ Physiology of the Muscle، هنتكلم فيها عن الـ Factors Affecting Skeletal Muscle Contraction. لو حبينا نقول إيه هي الـ Factors Affecting Skeletal Muscle Contraction، إحنا عندنا خمسة، مش هنقول خمسة فاكتورز الحقيقة، أنا هسميهم خمس عناوين. تمام. أول عنوان الـ Type of Muscle Fiber، تاني عنوان Stimulus Factors، ودول حاجتين مش فاكتور واحد، هما two factors. تالت حاجة اسمها Length Tension Curve، هنتكلم فيه بالتفصيل. Load Velocity Relationship أو Load Velocity Curve، وده برضو هنتكلم فيه بالتفصيل. وآخر حاجة Muscle Fatigue. هناخدهم بقى عنوان عنوان كده ونشوف إزاي بيأثر على الـ Type of أو الـ Skeletal Muscle Contraction. اول حاجة عندنا الـ type of muscle fiber. احنا عندنا two types of muscle fibers اللي هما بنسميهم slow twitch muscle and fast twitch muscle fibers. تمام. يبقى slow twitch او fast twitch muscle fiber دول النوعين اللي عندنا. الـ two types of fibers اللي هما الـ slow twitch والـ fast twitch ليهم طبعا شكل مختلف في الـ color بتاعهم وفي الـ طريقة الـ functionality بتاعتهم، بس هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي حالا. يهمني بس ان احنا نبقى عارفين ان الـ type is determined mainly genetically، يعني احنا بنتولد العضلات بتاعتنا عندها genetically determined type، يعني في عضلة جينيتيكلي هي خلقتها كده إن نوع الفايبرز اللي فيها أغلبه سلو تويتش، في عضلة تانية خلقت ربنا الفايبرز اللي فيها أغلبها فاست تويتش، فبالتالي دي حاجة جينيتيكلي ديترميند. ولكن it can be switched according to the type of exercise، يعني أنا بطريقة تمريني لعضلاتي ممكن جدا عضلة تكتسب زيادة في الفاست تويتش فايبرز وما كانتش موجودة قبل كده، أو تكتسب زيادة في السلو تويتش فايبرز ما كانتش موجودة قبل كده. تمام. فالسويتشنج بتاع نوع الفايبر ممكن جدا يتعمل بنوعية الاكسرسايز اللي العضلة دي بتعمله. طب هو مين الأحسن، السلو تويتش ولا الفاست تويتش؟ مفيش أحسن، ده ليه وظيفة وده ليه وظيفة. تمام. طيب عايزين نقارن دلوقتي ما بين السلو رد السلو فايبرز، سلو تويتش فايبرز، والفاست تويتش فايبرز. جدول المقارنة ده مهم جدا، وبرده من الأسئلة النظري الشهيرة والمتكررة، ولو ما جاش نظري ممكن يجي ماتشنج، ممكن يجي ام سي كيو، يعني هو موضع أسئلة كتير. تمام. طيب اول حاجة في المقارنة ما بينهم الأسامي. خلاص، هي واحدة سلو والتانية فاست وخلصنا، لا هو ليهم أسامي تانية، او هي الحقيقة الأسامي على مسمى يعني. فنلاقي ان السلو تويتش فايبرز اسمها الآخر ريد فايبرز، في حين الفاست اسمها بيل فايبرز. السلو تويتش فايبرز هي تايب 1 فايبرز، الفاست هي تايب 2 بي فايبرز. يبقى نحفظ كده ان السلو هي الريد هي ال 1 فايبرز، الفاست هي البيل هي ال 2 بي فايبرز. تمام. طب انا عايز ما انساش التقسيمه دي واربطها بالصفات اللي تحتيها. هدي لك تشبيه يعني طفولي كده شويه، بس هو هيفكرنا بالقصه دي. السلو ريد فايبرز فكر نفسك بيها دايما ان هي شبه لحمة الماشية اللي هي البقرة مثلا. تمام. لحمة البقرة لونها احمر، وعضلات البقرة لما بتيجي تتحرك، البقرة لما بتيجي تتحرك كده تشوفها وهي بتعمل الاكشن بتاعها تلاقيها هادية كده وراسية وتتحرك بالراحة. تمام. لكن الفاست بيل فايبرز فكر نفسك بيها بلحمة الدواجن، الفراخ مثلا، الأرانب، حاجات كده تتحرك مجنونة كده، لما تشوف الفرخة وهي بتتحرك تلاقيها ايه بتنطر كده وبتتحرك بسرعة. فاست وبيل طبعا كلنا عارفين ان شكل لحم الفراخ ابيض، مش كده؟ طيب ده معناه ان انا بقارن البقرة بالفرخة؟ لا انا مش بقارن البقرة بالفرخة، انا بفكر نفسي بمواصفات السلو فايبرز والفاست فايبرز بان دي شبه البقرة ودي شبه الفرخة، عشان محدش يفتكر ان دي موجودة في البقر ودي موجودة في الفراخ، حضرتك الاتنين دول موجودين في جسمي. تمام. يعني سلو فايبرز اللي شبه البقرة دي موجودة عندي، والفاست فايبرز اللي شبه الفرخة موجودة عندي برضو،
اوكي كده، بس انا بفكر نفسي بيها مش اكتر. طيب لما نيجي بقى نشوف مواصفات كل نوع فيهم، فكر نفسك بمواصفات الحاجة اللي انت رابطها بالنوع عشان تقدر تجيب كل الكاركترستكس اللي تحتيها. السلو فايبرز او الريد فايبرز، اولا هي انت قلنا احنا اللي قلنا ان هي سلو وفكرنا نفسنا بيها خلاص، عرفنا انها شبه البقرة. طب اجي بعد ما اقول انها شبه البقرة اقول سمول، يعني هي بتاعت البقرة سمول وبتاعت الفرخة اللي لارج. ايه اللي سمول وايه اللي لارج؟ بص كده على تكملة الجملة، فايبرز، الفايبرز نفسها، الخلية نفسها. هو انا لما تبقى الخلية صغيرة المفروض ان العضلة على بعضها تبقى صغيرة؟ لا طبعا، ممكن تبقى الخلية صغيرة بس كمية كبيرة جدا جدا من الفايبرز موجودة، فبالتالي العضلة كبيرة، موجودة عضلة كبيرة بس مكونة من جواها كده سمول فايبرز. تمام، نفس القصة بالنسبة للفاست فايبرز، هي صغيرة العضلة وحجم ككل مثلا بالنسبة لك انت لانك فكرت نفسك بيها بالفرخة. ف لما اجي اقول لك لارج فايبرز المفروض ما تحسش بقى بتعارض كده، خلاص احنا بنتكلم على الفايبرز، يعني الخلايا المكونه للعضله دي، حتى لو العضله على بعضها صغيره الا ان الفايبرز بتاعتها كبيره. تمام، طب افتكر منين كبيره وصغيره؟ والله عندك طريقه من اتنين، يا تفتكر ان الاس مع الاس وتبقى تكملوا بقى العكس. تمام، يعني السلو هي السمول، اوكي، وبالتالي الفاست هتبقى لارج. يا اما تفتكر كده انه السمول او السلو ماسل فايبرز محتاجه سلو نيرف فايبر يوصل لها، والمفروض ان انت تبقى عارف علميا ان السلو نيرف فايبرز هي الاصغر حجما. يعني احنا كلنا خدناها في النيرف انه حسب الدايمتر بتاع النيرف بتاعنا بيتحدد سرعه التوصيل فيه، فكل ما كان النيرف اسرع سوري اصغر كل ما كان التوصيل فيه ابطا. تمام كده، طيب يبقى اذا السلو فايبرز بتبقى انرفيتد، واخده النيرف بتاعها الموتور نيرف بتاعها من النوع السلو زيها اللي هو بيبقى سمول ان سايز. وما دام النيرف بتاعي سمول وسلو يبقى العضله كمان سمول وسلو. خلاص، يبقى يا اما تربطها بان النيرف والعضله هيكونوا زي بعض فالسلو هو اللي بيبقى حجمه سمول وبالتالي الفاست هيبقى حجمه لارج والنيرف بتاعه كمان هيكون زيه، يا اما زي ما قلنا بقى افتكرها ايه الاس مع الاس وخلاص، اللي هي سلو هي السلو فايبرز سمول فايبرز سلولي كوندكتنج نيرف. خلاص كده، طيب تكملت بقى المقارنه بتاعتنا، احنا عايزين نشوف الاستراكشر بتاع العضله دي اللي بيؤهلها ان هي تعمل الوظيفه بتاعتها. احنا اتفقنا ان مفيش واحده احسن من الثانيه، يعني مش السلو احسن او الفاست احسن، هما الاثنين ليهم وظايف ودي ليها اهميه ودي ليها اهميه ثانيه. الاستراكشر بتاعي اللي بيأهلني الاهميه دي او الوظيفه دي هو ايه؟ هتلاقوه منطقي على فكره، يعني لو لاحظنا مثلا السلو فايبرز احنا قلنا ان هي ريد ان كولر، فالحاجه لما تكون ريد ان كولر ده معناها ان هي، معلش انا مش هقول بقى النقط بالترتيب، surrounded by more extensive capillaries، يعني حواليها كابيلرز كتير، ما هي الكابيلرز دي جايبه دم كتير، فاكيد لما الحاجه تكون واخده كابيلرز كتيره هيكون لونها اغمق او اكثر احمرارا. تمام، فبما انها ريد فايبرز فيبقى اكيد واخده مور كابيلرز. تمام، الحاجه الثانيه ان في مركب غامق لونه محمر برده موجود جوه العضله نفسها اسمه مايوجلوبين، ده ابن عم الهيموجلوبين. المايوجلوبين ده ستور للاكسجين، بيمسك في الاكسجين برده زي الهيموجلوبين، بس ده موجود في الايه؟ في العضله بتاعتنا، لونه غامق لونه احمر، فاكيد الريد فايبرز هيكون عندها برده مايوجلوبين اكتر. طب لما نيجي للبيل فايبرز هنلاقي النقطتين دول عكس، خلاص less blood supply less capillaries و less myoglobin content. تمام كده، يبقى خلصنا من الحاجات اللي هي ليها علاقه بالكالر، اللي بتديني اللون الاحمر more capillaries more myoglobin، والبيل فايبرز less blood supply less capillaries و less myoglobin. طيب نيجي بقى للاكتيفيتي نفسه اللي بيخلي كل عضله فيهم تحرق يعني قدر احتياجها. تمام، هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي ان السلو twitch fibers عندها large amount of oxidative enzymes. ايه حكاية oxidative enzymes دي؟ احنا عارفين ان الميتوكوندريا بتاعتنا هي اللي موجود فيها الانزيمز اللي بتحرق المواد الغذائية بتاعتنا، اذا كانت جلوكوز ولا فاتي اسيدز ولا باستخدام الاكسجين، عشان كده بسميه oxidative.
خلاص وتطلع كمية مهولة من الـ ATP. طيب بالعقل كده بقى، لما انا اكون عندي large capillary يعني extensive capillaries وعندي يعني كمية اكسجين سبلاي محترمة، عندي مايوجلوبين اللي هو بيخزن اكسجين برضو محترم، يعني انا عندي الـ الخامة اللي انا محتاجاها for oxidation، الاكسجين موجود تمام. فما دام عندي وفرة من الاكسجين يبقى منطقي جدا ان انا يكون عندي large amount of oxidative enzymes، الاكسجين مع الاكسيداتيف انزيمز اللي هي بتستخدمه. طب هي مكان الاكسيداتيف انزيمز ده فين؟ مكانه في الميتوكوندريا، يبقى اكيد العضلة دي عندها high mitochondrial volume تمام. لحد دلوقتي احنا ماشيين ايه، بنربط منطقي خلاص. طيب ايه بقى low ATPase activity دي؟ ده ايه مقلب بقى؟ يعني احنا عمالين نقول بنطلع ATP كتير وعندنا اكسجين كتير وعندنا بتاع ده oxidative enzymes كتير، وبعدين تقولي low ATPase؟ ايوه low ATPase طبعا، لان الـ ATPase ده اللي هو بيكسر الـ ATPase اللي انا انتجتها ويستخدم الطاقة بتاعتها في الحركة. طب هي العضلة اصلا slow، يعني هي العضلة اسمها slow fiber تمام. فالسلو فايبرز هتحرق بسرعه ليه؟ يعني هتحرق او هتكسر الطاقه اللي عندها بسرعه ليه؟ اذا كانت هي اساسا بتتحرك ببطء، فهيبقى الاي تي بيز انزيم بتاعها ايه؟ لو. خلاص تاني، يبقى احنا رتبنا كده الاحداث، قلنا او رتبنا النقط بتاعتنا ازاي، ربطناها اول حاجه ان هي سلو فايبرز، فبالتالي واخده من سلو نيرف، السايز بتاعها سمول والنيرف بتاعها سمول زيها تمام. طيب لونها احمر، فده معناه ان عندها extensive capillary وعندها higher concentration of myoglobin، دي مصادر اكسجين، يبقى عندها الانزيمز اللي هتستخدم هذا الاكسجين high او large amount of oxidative enzymes، وعندها الاورجانيل اللي فيه الانزيمز دي اللي هو الميتوكوندريا تركيزه عالي high mitochondrial volume تمام. يتبقى بقى اخر معلومه انها عندها low ATPase activity، ما مش معقول هنتج كتير واكسره بسرعه وانا اصلا slow twitch fiber تمام. طيب تعالى بقى عند الفاست فايبرز اعكس كل ده، هنلاقي قلنا less blood supply less myoglobin، بالتالي عندها low mitochondrial volume less oxidative enzymes تمام. طب الـ ATPase activity هي fast twitch، فلازم يكون عندها high ATPase activity. وفي حاجة كمان مهمة علشان تقدر تعمل fast twitch، لازم يكون عندها كمية كبيرة من الـ endoplasmic reticulum اللي هي بتدخل كالسيوم وتخرج كالسيوم. أنا عايزة بقى إيه عملية دخول وخروج الكالسيوم دي تبقى سهلة وسريعة عندي، فعندي عندنا الأورجانيل اللي كتير في الـ fast fibers هو الـ endoplasmic reticulum تمام. طيب لما انت تكون مديني less blood supply وless myoglobin content وفي نفس الوقت high ATPase activity، طب انا هجيب منين ال ATP كتيرة اللي انا هعمل اللي انا هكسرها بسرعة دي؟ لازم يكون عندي مصدر اخر اقدر اعتمد عليه لانتاج الطاقة غير الاكسيديشن. ما دام انت مش مهيئ لي blood supply وميوجلوبين كفاية باكسجين متوفر زي السلو فايبرز، اديني بديل. طبعا مش هيبقى بديل بنفس الكفاءة لكن لازم يكون موجود، اللي هو ايه بقى؟ الجلايكوليتيك انزيمز تمام، اللي هي بتريليس انرجي باي جلايكوليتيك بروسيسز. لو عارفينها من البايوكيمستري ان الجلايكوليسيس بيطلع طاقه بسرعه، عمليه سريعه لاستهلاك لاستخراج الطاقه، بس مشكلتها انها بتطلع كميه اي تي بي اقل شويه تمام، اقل كتير الحقيقه من الاوكسيداتيف تمام. لكن اهي يعني احسن من ما فيش، لان هي فاست فمحتاجه بقى البروسيس بتاعتها تبقى فاست والاي تي بيز اكتيفيتي عاليه. هتجيب اي تي بي منين؟ من الجلايكوليتيك انزيمز، وقلنا انها عندها ميتوكوندريال سوري اندوبلازميك ريتيكولم او ساركوبلازميك ريتيكولم فوليوم اعلى. طيب الداتا اللي احنا قلناها عن النوعين دول اللي هي السلو فايبرز والفاست فايبرز بتبروفايد كل فايبر منهم بخواص معينه. ايه هي بقى؟ السلو ريد فايبرز سلو هتبقى مؤهله اكتر للسلو كونتراكتايل ميكانيزم، عندها لارج كاباسيتي فور ايروبيك ميتابوليزم اند هاي ريزيستنت تو فاتيج. ما انت طول ما انت معتمد على اكسجين وبتعمل اوكسيديشن للسبستريتس اللي موجوده جلوكوز وغيره فمفيش فاتيج تمام، يبقى higher resistance to fatigue، تقدر تشتغل فترة طويلة، يبقى بتشتغل بالراحة كده ببطء عقلة وراسية وتقدر تستمر في شغلها فترة طويلة تمام.
بالتالي هي مناسبة أكتر للإنديورنس سبورت زي الماراثون رانينج، زي السايكلينج، زي اللونج ديستانس تريثلونز. أنتوا عارفين يعني أنا في معلومة اتقالت لي زمان عن الماراثون، كانوا بيقولوا إنه دايما الناس اللي هي إيه عندها خبرة في القصص دي تلاقيه في الأول، في أول الماراثون بطيء جدا، يعني ماشي ماشي كده إيه، جري جري بالراحة خالص، تمام، ويبقوا الناس سابقينه، وبعدين يفتح بقى على الرابع في الآخر. ليه؟ لأن هو فاهم كويس إنه ما يرهقش نفسه. فالماراثون رانينج بيعتمد على السلو تويتش فايبرز اللي هي اللارج فايبرز اللي عندها ايروبيك ميتابوليزم، علشان ما اخلصش الطاقه اللي عندي بسرعه واخلص الاكسجين سبلاي اللي موجود والعضله تتعب وتدخل على فاست اكشن تقوم ايه يحصل لها فاتيج، تمام كده. فيبقى السلو تويتش فايبرز عندها سلو كونتراكتايل ميكانيزم، بتشتغل على مهلها، عندها لارج كاباسيتي فور ايروبيك علشان ما تعبش بسرعه، فلذلك هي مناسبه للانواع دي من الرياضات. طيب الفاست بيل فايبرز بقى هنلاقي ان عندها رابيد كونتراكتايل ميكانيزم، دي معروفه من اسمها وقلنا قبل كده، ليس ريزيستنس تو فاتيج. ليه بقى ليس ريزيستنس تو فاتيج؟ ما هي عندها ليس اكسجين سبلاي، عندها ليس كابيلاريز، عندها ليس اوكسيديتيف انزيمز وليس ميتوكوندريا، اعتمادها في استخراج الطاقه على الجلايكوليسز اللي بتنتج لاكتيك اسيد، فاكيد هتتعب بسرعه، يبقى هتستهلك طاقه بسرعه وهتتعب برضو بسرعه. دي بتبقى بيست سوتد فور، مناسبه اكتر لايه؟ للشورت بيرست اوف اكتيفيتي زي sprinting races، مسافات مش طويلة مش زي الماراثون خالص وبتبقى سريعة جدا، pole vaulting and crossfit style activities، تمام. انتوا عارفين الـ 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 التمارين بتاعت اللي هي الكروسفيت، لما تشوفوها هتلاقيهم بيعملوا ايه، حاجات كانفجارات من الاكسرسايز، فجأة كده بيعمل اكسرسايز عالي جدا جدا وسريع وبعدين خلاص ما يقدرش طبعا يكمل على ده فترة ساعات مثلا ولا بتاع، لان ايه بيبقى معتمد على فاست تويتشنج خلاص. وزي ما قلنا ان احنا عضلاتنا اساسا كل عضله فيها النوعين، فيها السلو فيها الفاست، بس فيهم واحد غالب على التاني، وان النسب دي ممكن تتغير حسب نوعيه الاكسرسايز اللي انت بتعمله بالعضلات بتاعتك، تمام كده. لكن طبعا مثلا عضلات زي عضلات الظهر اللي هي شغلتها الاساسيه ان هي تحافظ على وضع الجسم فترات طويله، دي طبعا سلو تويتش فايبرز. عضلات زي عضلات الايه الجاستروكنيميس والحاجات دي هتبقى فيها نسبه من الفاست تويتش فايبرز. السكيلد موفمنت زي العضلات الصغيره بتاعه الصوابع اللي هي الثينرز والهايبوثينرز اللي بتحرك صوابعنا دي فاست تويتش فايبرز، تمام، بتعمل حركات سريعه وما اقدرش يعني بيبقى عندها less resistance to fatigue وهكذا. فلو حاولنا نطبق المعلومات دي على اللي حاصل جوه جسمنا هنلاقيها ايه يعني في ترابط منطقي ما بينها. يبقى زي ما قلنا كده، لو حبينا نجمع بقى الكلمتين اللي نطلع بيهم من نوعية المسل فايبرز وازاي بتأثر على التايب اوف مسل كونتراكشن، هنلاقي ان معظم عضلات جسمنا زي ما اتفقنا فيها النوعين، ولكن المسلز اللي ادابتنج فور لونج بوستشر هذا النوع من الكونتراكشن اللي بيحافظ على الاوضاع بيبقى لايق عليه اكتر السلو فايبرز. مثال على كده الباك مسلز والسوليس مثلا، المسلز اللي سبيشالايزد فور سكيلد موفمنت، حركات مهارية زي بعض الهاند ماسلز وزي الاكسترا اوكيولار ماسلز، دي بيبقى مينلي فاست فايبرز. المسل جروبس وذ هاي برسنتج اوف فاست فايبرز اكزرت مور فورس اند جريتر فيلوسيتي ذان ذوز بريدومينانت سلو فايبرز، هتقدر تعمل اكشنز اسرع واقوى مره واحده كده ذان الايه السلو فايبرز. لكن لو حاجه مستمره يبقى طبعا الانسب ليها هي السلو فايبرز، تمام. الايدجنج بقى اللي هو التقدم في السن، احنا بيحصل عندنا ايدجنج لكل الاورجنز، تمام. فالمسل من الحاجات اللي بيحصل لها ايدجنج، لما بيحصل ايدجنج مع تقدم العمر المسل مس بشكل عام كلها بتقل، بس النقص ده بيكون اكتر في الفاست فايبرز. يعني لو قلنا ان الفاست فايبرز نقصت بنسبه والسلو فايبرز نقصت برضو بنسبه بس النسبه اقل، فتلاقي ان كان كده في ريلاتيف انكريس في السلو فايبرز. يعني لو شفنا كده البروبورشنز ما بين نوعين المسلز هنلاقي في السن الاكبر السلو فايبرز بتزيد عن الفاست فايبرز، بس هي ما زادتش ككميه، هما الاثنين قلوا لكن النقص في الفاست كان اكتر ولذلك السلو نسبتها زادت بالمقارنه. طيب
تاني فاكتور بيأثر على المسل كونتراكشن، نفتكر احنا عنوانا اساسا ايه فاكتورز افكتنج سكيلتال مسل كونتراكشن، قلنا اول حاجه التايب اوف فايبرز، تاني حاجه الاستيمولس فاكتورز، المؤثر نفسه اللي بيحرك لي العضلات ممكن يفرق معايا في شكل الايه الكونتراكشن بتاعي. تمام، شكل الكونتراكشن هيختلف حسب ايه بقى بالنسبه للستيمولس، السترينث اوف ذا ستيمولس والفريكوانسي اوف ذا ستيمولس. تمام، قوه الاستيمولس والفريكوانسي بتاعته الاثنين دول هياثروا لي في شكل الكونتراكشن اللي انا هحصل عليه. نشوف اول حاجه السترينث اوف ذا ستيمولس ازاي بيغير شكل الكونتراكشن. احنا اتفقنا هفكركم بس بمعلومه ان انا عندي اول اور نان لوب، يعني المفروض ان قوه الاستيمولس ما تفرقش معايا في قوه التويتش. ايوه دي حقيقه، ولكن انا بتكلم على المصل على بعضها. تمام، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو بتكلم على سنجل مصل فايبر كنت هقول لك ايوه فعلا في اول اور نان لو، والمفروض ان الفاكتور ده ما يتحطش هنا اساسا لان السترينث اوف ذا ستيمولس مش هتاثر عليا في قوه التويتش بتاع المصل فايبر. لكن الحقيقه انا بتكلم هنا على المصل على بعضها. طب هل السترينث اوف ذا ستيمولس هتفرق معايا في المصل على بعضها؟ بصوا كده العنوان strength of the stimulus and recruitment of muscle fiber. يعني ايه recruitment؟ انا بستدعي كمية اكبر من الفايبرز انها تشارك معايا في الاكشن. طب نبص كده ازاي؟ increasing the strength of the stimulus will increase the number of activated fibers، وده اللي بسميه recruitment، with gradual increase in the whole muscle response. يبقى انا لو جيت على مصل على بعضيها مجموعه من الفايبرز فيها 100 فايبر، تمام، واديتها ستيمولس ضعيف شويه، خلاص ممكن ما تستجبش خالص. طب اديتها ستيمولس اعلى شويه هتبتدي تستجيب. طب حلو، ما احنا لحد كده ايه كاننا اول اور نون، يعني كنا ما بنستجبش تحت الثريشولد وابتدينا نستجيب دلوقتي. بس الحقيقه ان انا لو قويت الاستيمولس شويه هلاقي ان العضله على بعضها الكونتراكشن بتاعها زاد بقى اقوى. طب دي جت ازاي؟ قال لك ان كل مصل فايبر لوحده obeys its all or none law، دي حقيقه، ولكن كل واحد فيهم عنده الثريشولد بتاعه اللي ممكن يختلف عن ثريشولد المجموعه اللي جنبه. فانا لو مديه ستيمولس ضعيف قوي ممكن اكون مش جايبه ثريشولد اي مجموعه من الفايبرز في هذه العضله، فبالتالي ما يحصلش كونتراكشن خالص. لو عليت شويه هبقى ايه وصلت لثريشولد بعض الفايبرز مش كلهم، لان الفايبرز اللي في العضله مش هوموجينس، مش نسخه، يعني ما هماش توأم كلهم زي بعض بنفس الثريشولد بنفس كل حاجه، لا خالص. تمام، فهيبتدي يستجيب معاه مجموعه من الفايبرز اللي عندها لو ثريشولد، اللي هي بتستجيب بثريشولد واطي حساسيتها عاليه. تمام، فده هيديني شويه كونتراكشن، يبقى كده العضله انقبضت الحمد لله. طب هل انا لو عليت الاستيمولس شويه مش انا كده ممكن ابقى وصلت للثريشولد مجموعه كمان من الفايبرز تنضم معايا للاكشن، فيبقى عندي بدل ما كان بيشتغل مجموعه واحده يبقوا بيشتغلوا المجموعتين، وبالتالي العضله على بعضها الكونتراكشن بتاعها هيبان انه ايه؟ انه اقوى، لان بقى المشارك في الكونتراكشن عدد اكبر من الفايبرز، ده اسمه ريكروتمنت. طب لو عليت شويه كمان هلقط شويه كمان معايا، يبقى شغلت ثلاث مجموعات، عليت شويه كمان هشغل اربع مجموعات، عليت شويه كمان شغلت كل المجموعات مثلا. تمام، طب لو عليت اكتر بقى لا كده خلاص، لان اوريدي كل الفايبرز شغاله، فما فيش حاجه اسمها ان انا ازود الاستيمولس سترينث يقوم يزود لي الريسبونس. ليه؟ عشان كل فايبر اصلا بيستجيب بالاول اور نون لو، فوانس استجاب معايا يعني هو جايب اخره. تمام، جايب اخره على مستوى السنجل ريسبونس، انا ما غيرتش اي كونديشن تاني. تمام، يبقى مره اخرى احنا بنتكلم في انهي فاكتور دلوقتي؟ واحد من الاستيمولس فاكتور اللي هو اسمه سترينث اوف ذا ستيمولس. ازاي السترينث اوف ذا ستيمولس ياثر على قوه الكونتراكشن رغم وجود الاول اور نون لو؟ بياثر لانه لما بيتعامل مع العضله از هول بيتعامل معاها من غير اول اور نون لو، لان كل فايبر لوحده عنده اول اور نون. تمام، فبالتالي انا لما اكون بتعامل بقى مع مجموعه من الفايبر هيفرق معايا قوه الاستيمولس في حاجه اسمها ريكروتمنت، ان كل ما زود قوه الاستيمولس كل ما هريكروت عدد اكبر من الفايبر. انا مش هزود قوه الاستجابه في الفايبر الواحد ابدا لان الفايبر الواحد all or none، ولكن ممكن ازود العدد، فبالتالي الهول مصل ريسبونس ايه هيزيد معايا. تمام،
ده كيرف اهو كده بيمثل لي العلاقه ما بين الاستيمولس سترينث بالفولت وما بين قوه التنشن اللي انا اقدر اجيبه بالعضله. فوجدنا ان عند مستوى قليل قوي ادي ده زيرو اهو، بصوا نص فولت، واحد واحد ونص، وادي 2 فولت. كويس، عند مثلا النقطه دي كده انا ايه تقريبا about 0.1 فولت، مش جايب حاجه خالص، مفيش اي سترينث، مفيش تنشن، انا على الزيرو. طب زودت شويه بقيت اهو مثلا قرب الربع، برضو لسه على الزيرو. طب عند ربع بالظبط ابتدى يتولد عندي تنشن، بس تنشن ضعيف قوي، بصوا انا فين في التنشن، تمام، لكن عليت شويه، ده معناه ان في مجموعه فايبرز استجابت. خلاص، طب لو زودت الفولتج اكتر بقيت مثلا 0.3، ده انا عليت العدد بتاع الفايبرز المستجيبه فعالي التنشن في العضله كلها. طب عند النص عالي اكتر، طب عند 0.6 مثلا عالي اكتر، عنده يمكن ده قبل ال1 اهو، عند 0.7 او 0.8 مثلا جبت الرقم ده في التنشن. طب لو زودت بقى انا في نفس الرقم، زودت اكتر انا في نفس الرقم، يبقى الاول زاد اهو حصل ريكروتمنت، وبعدين وانس وصلت ليه ان كل الفايبرز عندي مستجيبه مش هعلى عن كده بقى خلاص. حتى لو زودت الاستيمولس سترينث، خليتها واحد، خليتها واحد ونص، خليتها اتنين، مش هينفع تعلي عن كده في الاستجابه. تيجي بقى هنا شويه مسميات. الارقام الاولانيه دي اللي هي 0.1 و 0.2 اللي ما كانتش مدياني اي استجابه اسمها سب مينيمال او سب ثريشولد. اول رقم اداني استجابه اللي هو هنا مثلا بوينت، نقول بوينت 25 مثلا، ده هسميه ثريشولد. ثريشولد ايه؟ ثريشولد العضله كلها، تمام، اللي هو اوطى ثريشولد موجود في وسط الفايبرز بتاعتها. خلاص، ده بسميه ثريشولد. طيب كل ما بعلي ده اسمه ايه؟ سوبرا ثريشولد، سوبرا ثريشولد، لحد ما اوصل للماكسيمال ريسبونس. بسمي الرقم ده في الفولتج ماكسيمال ستيمولس، بس هو مش الماكسيمال ستيمولس، هو الماكسيمال ريسبونس. ماشي اوكي، بس هو اول فولتج عملت لي ماكسيمال ريسبونس فبسميها ماكسيمال ستيمولس. تمام، هنقول الديفينيشنز دلوقتي كلها حالا. طب والارقام اللي بعد كده بقى اللي هي 1 فولت 2 فولت والكلام دون، دي بسميها سوبرا ماكسيمال. يبقى اقدر اقول ان السب ثريشولد او السب مينيمال ستيمولس جيفز نو ريسبونس، الثريشولد ستيمولس جيفز مينيمال ريسبونس، او بسميه ايه بقى، ذا مينيمال ستيمولس ذات كان جيف ا ريسبونس او ذات كان اليسيت ا كونتراكشن ان ذا موسل. ده تعريف مين؟ الثريشولد ستيمولس بتاع العضله كلها. يبقى ثريشولد ستيمولس اوف ذا موسل هو المينيمال ستيمولس ذات جيفز ا ريسبونس. تمام، اقل حاجه ادتني اي استجابه. طيب الماكسيمال ستيمولس هو المينيمال ستيمولس ذات جيفز ماكسيمال ريسبونس، يعني هو اسمه ماكسيمال ستيمولس بس تعريفه مينيمال ستيمولس ذات جيفز ماكسيمال ريسبونس. تمام كده، اقل ستيمولس اداني اعلى ريسبونس، اللي هو هنا كام؟ عند بوينت مثلا 6 او عند بوينت 7، هي عشان مش مترقمه بالظبط فايه مش قادره اقول رقم دقيق، لكن بالتقريب كده ايه بوينت 6 او بوينت 7 ده الماكسيمال بتاعي. طيب تعريف السوبرا ماكسيمال هو الستيمولس ذات اكسيدز ذا ماكسيمال ستيمولس اند ذس سوبرا ماكسيمال ويل جيف نو فيرذر اديشن او نو فيرذر انكريز ان ذا ريسبونس. تمام، لان كل فايبر كان اوريدي ريسبوندنج ماكسيمالي ثرو اتس اون اول اور نون لو، وخلاص كلهم اشتركوا معايا فمش هعرف اعلي عن كده. تمام،